مخيم وراء مخيم يتم استهدافها من قبل إسرائيل، ويدفع المدنيون الفلسطينيون فيها الثمن الأكبر، مئات القتلى وألاف المصابين والأعداد في تصاعد مستمر. مخيم جباليا المكتظ باللاجئين الفلسطينيين شمالي غزة بالتحديد لم يقصف مرة بل مرتين بغارة جوية كبيرة. خلف القصف أكثر من 1000 قتيل وجريح ومفقود في جباليا بحسب سلطات غزة. وكما نرى في هذا الفيديو حجم الضرر للغارة والدمار الذي لحق مخيم جباليا يثير القلق، ما أدى إلى توالي ردود فعل دولية وأممية بعد قصفه. الدمار الهائل الذي لحق بجباليا دفع إدارة بايدن إلى الطلب من الجيش الإسرائيلي تفسير غارته الجوية على المخيم وفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، حيث حث مسؤولو الإدارة إسرائيل على إجراء استهداف دقيق من أجل تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين. من المهم جدا الحرص على حياة المدنيين والعمل بكل ما يلزم لحمايتهم وتوفير المساعدة للذين هم في أمس الحاجة إليها. صحيفة نيويورك تايمز قالت إن إسرائيل استخدمت ثاني أكبر قنبلة في ترسانتها العسكرية خلال قصف مخيم جباليا الذي يعتبر الأكبر في غزة. الهجوم الإسرائيلي وفق الصحيفة الأمريكية تضمن ما لا يقل عن قنبلتين بوزن يفوق 900 كيلوغرام يمكن استخدامها لاستهداف البنية التحتية. استخدام مثل هذا النوع من القنابل تسبب بحفرتين كبيرتين بلغ عرضهما حوالي 12 متراً جراء الانفجار، وقد تحتوي القنابل على صمام عدد ونوع الأسلحة التي استخدمها في قصف جباليا. في سياق متصل قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن إسرائيل أبلغتهم بأن انهيار المباني السكنية في مخيم جباليا حدث جراء قصف شبكة أنفاق تحت الأرض تأوي جزءاً من كتيبة تابعة لحماس وتخفي فيها الأسلحة. باش سكر